انا برضو يا كابتن عادل عايز اعرف راي حضرتك في طاقم التحكيم، ولكن معانا طبعا نجمنا الكبير الكابتن ناصر عباس. يا كابتن ناصر ازاي حضرتك؟ تحياتي ليك كابتن اسلام، وكل سنه وحضرتك طيب وكل جماهير النادي الاهلي بخير. ربنا يخليك يا كابتن. بحييك وبحيي ضيفك الكريم الكابتن عادل سعيد. طيب كابتن ناصر، غدا ان شاء الله مباراه الاهلي وبيراميدز، والحكم حكم البولندي حكم نهائي كاس العالم، عايز اعرف رايك في وجود هذا الحكم في هذه المباراه. تمام يا كابتن اسلام، خلينا نتكلم الاول. اولا هو حكم دولي من 2011 تقريبا، هو بقاله 12 سنه حكم دولي، مواليد 81، 41 سنه، عنده من الخبرات يعني اللي هي تؤهله ان هو يدير هذه اللقاءات، خاصه هو ادار نهائي كاس العالم. خلي بالك في كاس العالم هو تم تعيينه في مباراه دور المجموعات، مباراه فرنسا والدنمارك، وادارها بشكل جيد، وادار في مباراه في دور ال 16 ما بين الارجنتين واستراليا، وهو كلنا كان مقتنع بيه كحكم اسند ليه المباراه النهائيه اللي هي كانت ما بين الارجنتين وفرنسا. نعم. حكم كاس السوبر الاوروبي ريال مدريد واتلتيكو كان في 18 19، وحكم نهائي اوروبا تحت 21 سنه في 2015. هو ادار هنا برضه كابتن اسلام في 21/7/22 مباراه الاهلي والزمالك، واشهر 8 بطاقات صفراء. نعم. 8 بطاقات صفراء. اشهر منهم بطاقتين في الدقيقه 2 كانت لامام عاشور، يعني في الدقيقه الثانيه المباراه، خلي بالك كان بدري جدا. اشهر بطاقه لامام عاشور في الدقيقه 2 نتيجه اللعب بتهور. بعديها بخمس دقائق بالظبط اشهر البطاقه الثانيه لاحمد فتوح، ايضا كانت للتهور. يعني هو في البطاقات طبقا للقانون بالنسبه للمعايير، البطاقات معاييره بتبقى معايير واحده. هو له شخصيه تحكيميه متفرده، ايضا هو فنيا وبدنيا يعني هو بدنيا كويس. واضح بدنيا كويس، عنده قراءه لطرق واساليب لعب الفريقين، ولكن خلي بالك يا انسان كل الكلام ده جميل جدا جدا جدا. انا بس سؤال يا كابتن، معلش قبل بس ما نكمل، انا عايز السؤال برضو وكابتن عادل يا ريت حضرتك تشاركنا في هذا الامر. انا سؤالي لحضرتك يا كابتن ناصر، هل ان هو يحكم نهائي كاس العالم بعديها باقل من شهر تقريبا جاي يحكم مباراه اهلي وزمالك، هل ده يؤثر ولا لا يؤثر؟ انا معرفش، عايز اعرف رايك. يعني هل ممكن يكون جاي متعالي مثلا شويه؟ هل جاي له معرفش بيفكر ازاي؟ انا بسال. شوف يا كابتن اسلام، انت بتتكلم في نقطه مهمه جدا جدا جدا. خلي بالك انت بتتكلم في خلي بالك انت عندك تقنيه انا اسف يا كابتن ناصر، انت عندك تقنيه الفار مختلفة، يعني مش هيلاقي اللي احنا كنا طالبنا بيها، هيلاقي زوايا كاميرات مختلفة، هيلاقي حاجات كتيرة جدا قد تحدث في الفار تحديدا يعني. كابتن اسلام احنا بنقول ايه؟ بنقول ان احنا انت بتتكلم حضرتك في نقطة مهمة جدا. اولا خلي بالك لما يكون حكم في كأس العالم بتبقى الدنيا كلها بتشوفه، بيتبع من كل اعضاء اللجنة الفنية في الاتحاد الدولي لجنة الحكام، فهنا الاهتمام بيبقى كبير قوي قوي قوي، لان هو بيبقى عاوز يدي مردود كويس ليه في هذه المباراه. السؤال الجميل انت بتتكلم فيه، خلي بالك هو ادار في مباراه في السعوديه وما كانش جيد جدا، خلي بالك يا كابتن اسلام انا بتكلم معاك بامانه. ايضا الحكم زي اللاعب يا كابتن اسلام، ممكن يكون فنيا كويس وبدنيا كويس، ولكن التوفيق هنا ما بيبقاش موجود. هنا بقى بتفرق، احنا بنقول ايه؟ هو بكره عنده مباراه. انا مش بحسب حساباتي على تاريخ حكم نهائي كاس عالم وحكم وكان لا، ما بحسبش حساباتي كده. كل مباراه احنا بنقيم الحكم فيها بادائه، خلي بالك. وهنا بنقول للحكم دايما انسى انك انت اديت مباراه كبيره في كاس العالم، خلي بالك هذه المباراه مهمه جدا. لابد ايضا تجتهد فيها لان احنا محتاجين هنا. انا كده فهمت وجهه نظرك يا كابتن ناصر. كابتن عادل، حضرتك تتفق مع كابتن ناصر في هذه النقطه او وجهه نظرك في هذا الامر؟ لانه انا بشوف انا لو يعني بلعب كاس عالم وبعدين ارجع من كاس عالم العب مباراه اي مباراه حتى في العالم كله هتبقى اقل من مباراه نهائي كاس العالم. هو برضه في النهائي الحقيقه كان ليه اخطاء، يعني احنا كلنا شفناها في بنالتي اللي حسب على الارجنتين، يعني ممكن فيها شك، يعني صحيح. كان في نوع من الشد والجذب بين الاثنين، بيمسك الايد، حاجات كده بسيطه ما بتتحسبش، ولكن هو حسبها. برضه في لا، بعيدا عن النواحي الفنيه، انا مش قصدي اتكلم في النواحي الفنيه، انا الحته اللي انت لمست عليها دي مهمه جدا جدا جدا، وانا بقول دي اللي انا يهمني الكابتن ناصر الحته دي انت
لمست فيها مهمه جدا. ده بيرجع بقى لثقافته هو، هل هو راجل يعني ما تفرقش معاه انه يلعب كاس عالم او يلعب ماتش في الشرق الاوسط مع فرقتين من مصر، ده بترجع لثقافته. وبعدين العالم دوله صغيره، الماتش ده اعتقد العالم كله بيتفرج عليه من خلال النايل سات او من خلال الاقمار الصناعيه، على الاقل كل المهتمين بالرياضه هيبقوا او كل المهتمين بالرياضه وهم اكثرهم في العالم كله، الاهلي والمصريين، المصريين والعرب بيبقوا متابعين المباراه ديت. وبالتالي هو ثقافته، هل انا كراجل اوروبي يعني انا مفروض ان انا بلعب كاس عالم؟ كان ليا اخطاء اكيد، واكيد بعد المباراه، لان كان في حساب، وبقول للكابتن ناصر الحساب ده كان حساب عصير، في احد الحكام حسب ضربه جزاء اللاعب بيقع والكره جت في ايده، ايه اللي حصل؟ استبعد من البطوله، استبعد من البطوله، استبعد تماما من البطوله. ده عقاب، هل حد عرف غير لما البطوله خلصت؟ برضه هو ليه اخطاء اكيد. برضه رئيس لجنه الحكام في الفيفا قالوا له برضه انه كان هناك اخطاء ولكن عدت. طب يعني حضرتك تقصد يعني انا برضه حسب ثقافته يا كابتن، حسب ثقافته. اوكي، يعني مش هنعرف ثقافته. مش هنشوف حاجه غير بكره، مش لما هنعرف ناخد لما هنتفرج عليه من البدايه. هل هو قراراته زي ما بقول كده الاخ ناصر، هل هو من البدايه لقى في عنف على طول بيطلع الانذار ولا بيستنى شويه؟ في كاس العالم، العالم كله بيتفرج عليك، 5.5 مليار بيتفرجوا عليك، صحيح. فانت ماتش زي ده لازم يعرف برضو ان في ناس كتير جدا بيتفرجوا عليه النهارده، العالم العربي كله 240 مليون عربي، هنقول نصهم بيتفرج، 100 مليون بيتفرجوا عليك. فبالتالي الثقافه بتاعته الى جانب المعلومات اللي هو واخدها عن الناديين، يعرف ان النادي الاهلي بينافس ريال مدريد وبرشلونه، نادي بيراميدز نادي حديث، نادي حديث. فيبقى الحتت دي كلها بتبقى هل هي في ذاكرته ولا لا؟ نعم. انا بعتقد اللي انت لمست فيها مهمه جدا. طيب. والكابتن ناصر يعني بيتكلم فيها برضو الرؤيتين الحقيقه. طيب كابتن ناصر، برضو سؤال لحضرتك، لو حضرتك عايز تقول نصيحه للاعيبه النادي الاهلي في مباراه بكره لسابق معرفتك او خبرتك الحقيقه بوجود هذا الحكم يعني. طيب كابتن اسلام، بس عشان تعرف يعني هو مش يعني حكم يعني ما بيغلط ما بيخطاش، خلي بالك ان الصحف الفرنسيه هجمته هجوم شديد. صحيفه لوكيب الفرنسيه، هقول لك هجمته في ايه يا كابتن اسلام. اولا هي في الفيديو الثاني اللي هو بتاع اللعيبه اللي نزلت تحتفل وبتاع بالظبط كده بالظبط كده. هم قالوا له طبقا للقانون مدى 3 فقره 9 لازم تغير تعيد الشخص زائد، وهو طلع رد عليهم وقال لهم الفيديو ده اهو الثاني. كل ده، ولكن انا لو حضرتك عايز تدي نصيحه للاعيبه النادي الاهلي في المباراه، انا اولا انا هدي نصيحه ليا يا كابتن اسلام، يعني يا ريت زي ما بتحكم في كاس العالم من فضلك مستواك لا يقل ابدا، لان هذه المباراه مهمه للفريقين. يبقى انت بتبذل كل جهدك فيها فنيا وبدنيا وذهنيا. لا تقلل من انك انت بتدير مباراه في الدوري المحلي، لان دي سمعتك في الاول وفي الاخر. صحيح. خلي بالك دي مهمه جدا، دي رساله للحكم انك انت لا تامن المباراه، لا تستعطي المباراه، المباراه مباراه قويه، مباراه فيها على سلم الترتيب، هتفرق كتير جدا مع اي نادي. دي نمره واحد. نمرة اتنين، خلي بالك واحنا بنتكلم لعيبة النادي الاهلي عندهم ثقافة تحكيمية، احنا بنتكلم في اللعب رجولي غير اللعب بتهور. نعم. يعني العب رجولة والعب بروح والعب بكل حاجة جميلة، بس بعيد يا كابتن اسلام عن الدخول بتهور، لان هو في الانذارات اعتقد الانذارات هو يمكن سريع في البطاقات الصفراء. ايوه. فنخلي بالنا جدا جدا من البطاقات الصفراء في بداية المباراة، يعني هو بيبقى عاوز يثبت نفسه، وبالتالي انا كلاعب خلي بالك العب برجوله وبروح ولكن بعيد عن الدخول بتهور وان انا اخسر انذار او انذارين. نعم. طيب هل في حاجه ثانيه حضرتك حابب تقولها فيما يخص هذا الحكم؟ زي ما قلت كابتن اسلام، تقييمي للحكم مش هقيم الحكم على مباراه سابقه ولا ان هو حاكم كاس العالم. استنى يعني تقصد لبكره ان شاء الله. تقييمي غدا، انا بقيم الحكم غدا على مستواه. أوكي. لان مفيش حد بيلعب على تاريخه يا كابتن اسلام. تمام. ابدا. بتلعب على كل حاجه في وقتها. شكرا جزيلا. اتمنى طبعا التوفيق لطاقم التحكيم غدا. واتمنى التوفيق باذن الله للكره المصريه بشكل عام. شكرا جزيلا يا كابتن ناصر على وجودك معانا. يعني انا حبيت بس ان انا اوري حضراتكم طاقم التحكيم مهم جدا جدا، تبقوا حضراتكم عارفين. لا ننظر الى التاريخ ولكن خلينا ننتظر في مباراه بكره، ولكن هو التاريخ مبشر، بمعنى ان احنا من المفترض على اللي احنا شفناه ان احنا نشوف حكم
بيدير نهائي كاس العالم، وبالتالي اذا هو حكم اهل ثقه. خلينا ننتظر ونشوف بكره ايه اللي هيحصل في هذه المباراه الصعبه جدا الحقيقه ما بين الفريقين.